السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متتبعي القناة، كنتمنى تكونوا بخير على خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا عندنا هذا التويب، هذا تويب بالخيط رومي، غنديروا به ان شاء الله سروال. اول مرة في هذا الصيف كندير معكم سروال، ما عليكم غير تتابعوني ان شاء الله باش تشوفوا الفيديو كله. غادي يكون سروال بكل المراحل ديالو، لا بالخياطة ولا بالسوجي ولا بالفصالة، حتى نشوفوا ان شاء الله طالع بالقواعد طبعا، واسهل القواعد باش تلبسي سروال صيفي لارج من التحت ان شاء الله وبالصحة والراحة. هانتوما كما كتشوفوا البنات، هذا الثوب خديت مترو وربع في الطول، وهو ديجا فيه مترو ونص في العرض ديالو. دابا كيفاش غنطويه؟ على حسب العبارات اللي عندك انتيا. مثلا اول العبارات اللي كناخذو حنا في السروال كناخذو دورة الحوض والطول ديالنا فقط، هادشي اللي كناخذو. كتبقى دورة الرجال اختيارية على حسب انتي شحال بغيتي، عريض مويان، داكشي اللي بغيتي فيه. اول حاجة شنو كنديرو؟ دورة الحوض عندنا 116 سنتيم، 116 سنتيم إلا قسمناها على 4 غتعطينا 29 سنتيم. هذيك 29 سنتيم خصنا نعرفو كيفاش غنخدموها. حنايا عندنا واحد القاعدة ديال السروال، عندنا في الخلف كنزيدو 9 سنتيم، خاصنا نشوفو هذيك 29 سنتيم زائد 9 سنتيم واش كاينه القياس ديالها كما هنايا. دابا عندنا 29 سنتيم زائد 9 هي 38 سنتيم. هانتوما كما كتشوفو البنات، حنا عندنا اكزاكت 38 سنتيم مني كطوي الثوب على 4، ولكن حنا غنخليو واحد شويه ليسباس ومن بعد غادي نخدمو القواعد ديالنا. الا كان عندك العبار ديال لي هونش ديالك اكثر من هكا، دونك نتيا ما غاديش تخدمي على الطول ديال الثوب، ضروري غتخدمي على العرض، وغتاخدي الثوب على حساب العرض ديال غتاخدي الثوب نتيا. غتقطعي الثوب مثلا متر وربع ما غتكفيكش، يعني غتشدي دورة الحوض ديالك وغتقسميها على 4 وغتزيدي 9 سنتيم وما اكثر، يعني تزيدي واحد 4 سنتيم احتياط وداكشي، غتخليها عاد داك الثوب اللي لقيتيه هو اللي غتقطعي السروال ديالك. اما حنا العرض راه كنعرفوه في متر ونص. دابا حنا كما كتشوفوا انا غنطويه على الخلف باش يبان لكم التراساج مزيان. هذا هو العرض ديالو، حنا غنطويه على حساب الزواقه ديالو لانها غادا في الطول. هانتوما البنات كما كتشوفوا، انا طويت الثوب على 4 وخليت واحد ليسباس هنايا باش يكون عندي الوسع اكثر، يعني خليت شي 5 سنتيم بحال هكاك، ماشي مشكل. غادي نشوف، غادي نخدم على الامام هو الاول او الخلف حسب الاختيار ديالك انتيا. اول حاجه كنحيدو 8 سنتيم ديال، هانتوما 8 سنتيم ديال اللاستيك اللي غتكون عندنا. انتوما تشوفوا معايا التراساج، غنطراسي لكم مزيان باش تفهموا السروال. 8 سنتيم بحال هكا، انتوما هذه 8 سنتيم. عاود كنشوف الطول ديال السروال، حنا عندنا الطول ديال السروال عندنا 96 سنتيم، غادي ناخذ الطول من هنا سروال 96 سنتيم، ها هي 96 سنتيم، وغادي نزيدو واحد 8 سنتيم اخرى. علاش؟ حيت بغينا الطيه تكون عريضه في رجل السروال على حسب الاختيار ديالك انتيا. حنا غادا نخدمو على خطوط العرض، بقى لينا واحد الخط المهم هو خط القاعدة ديالنا فين غادي تكون. كنشدو الطول ديال السروال هو 96 سنتيم، كنقسموه على 4 كيعطينا 24 زائد 4 هي 28، كنزيدو جوج سنتيم ديال التسع كتعطينا 30 سنتيم. هانتوما ديرو 30 سنتيم كتجي مزيانة في القاعدة ديالنا.
انتم البنات هذه هما خطوط العقد اللي كنديروا. كنديروا الخط الاول ديال لاستيك والخط ديال القاده والخط ديال الرجل ديال السروال. دابا غنخدموا عندنا درنا الطول. القياس الثاني اللي غنخدموا به هو ديال الحوض. الحوض قلنا 116 الى قسمناه على 4 كتعطينا 29 سنتيم. 29 سنتيم غادي نحطها هنا ها هي 29 سنتيم. الى زدتها 6 سنتيم ها هي 6 سنتيم كتعطينا هي هذا القياس. هذا هو قياس الامام. دونك حنايا هاد 29 سنتيم غنزيدوها 9 سنتيم بحال هكا. هذا هو قياس الخلف، هذا قياس الامام. شفتوا اشنو درت؟ يعني طويت الثوب على 4 على اساس القياس ديال الامام حيدته وما تبقى بقى الحوض. علاش؟ حيت الا طويت الثوب على 4 بحال هكا يقدر غضن يجيني واحد ديكالاج بسنتيم او سنتيم ونص. من الاحسن يكون هكا واضح، يعني الخلف راه باين اللي غيكون اكبر والامام اللي غيكون اصغر ها هو باين. هنا نفس الاسباس هاد 29 سنتيم كناخذوها هنايا 29 سنتيم كنزيدوه واحد ديال الاتساع ماشي مشكل. سنتيم واحد كيعطيني 30 سنتيم. هي 30 سنتيم هاي كديرو 30 سنتيم وكنهبطو بنفس القياس اللي عندي هنايا. نزدنا سنتيم ديال الاتساع سنتيم فقط، لان هاديك 6 سنتيم اللي غادي نزيدو خارجة على القياس ديال. هانتوما البنات دابا عندنا 6 سنتيم ديال القعدة ديال الأمام. دابا شنو غنديرو؟ كنصيبو القعدة ديالنا بالبيروكي بحال هكا. حنا غنصيبو القعدة ديال الخلف ديريكت بحال هكا. قولي غناخدو البيروكي بحال هكا هكا، يعني حتى النصف وكندورو حتى النصف هذه المسافة وكندورو بحال هكا. يعني كنمشيو مع الخط، هانتوما مع الخط. عاد ما تبقى كنجي كناخد رجل السروال اللي بغيت. رجل السروال اللي بغيت انا بغيتو عريض، نقدر ناخذ هذا القياس ديال 30 سنتيم كلها اللي خديت الفوق ناخذها. وانت لك الاختيار واش بغيتي 20 25، يعني اللي حسب حسب داكشي اللي بغيتي انتيا. كناخذ المسطره وكنمشي هانتوما البنات بحال هكا. بغض النظر على هاد الثوب اللي عندي الفوق، انا كنخدم على الخلف. كناخذ النصف ديال هاد الاسباس اللي خديت هنا هاد المسافه هكا، يعني كيكون هاد النصف هو القياس ديال الركبه. وكندخل بجوج سنتيم وكنعاود نمشي حتى اللقطه ونعاود نجي من هنا وندخل بجوج سنتيم. هانتوما البنات دابا عندنا القطيع ديال الخلف. انا كندوي دابا غنقطع الخلف. شوفوا دابا مني غادي نقطع السروال ديالي. كيف كتشوفوا البنات هذا هو القياسات ديال الخلف. كنظن بان لكم السروال دابا مزيان. دابا شنو غادي ندير البنات؟ دابا عندي واحد الاختلافات بين الامام والخلف. هذوك الاختلافات ضروري نديرهم. اول اختلاف هو في السمطه. هانتوما السمطه كنهبط ب 4 سنتيم ياك، وهنايا قلنا كندخل بثلاثه يعني كتبقى عندي 6. هذا هو النقطه ديال هذه اللي كاينه، وهنا كندخل بواحد سنتيم. هانتوما باش يكون عندي واحد الدخله ديال الامام
ما يكونش عندي السروال مجموع في القدام ديالي هذا. عاد كنمشي من هنا بديك 3 سنتيم، شوفوا هنا جوج سنتيم، وكنمشي حتى ل 3 سنتيم بحال هكا يعني، وهذيك جوج سنتيم كتمشي حتى للاخر. كما كتشوفوا دابا اطراسيتو، غادي نوريكم هاد 4 سنتيم كيفاش كتمشي. كتمشي بحال هكا، هاد 4 سنتيم كتعطيني الراحه للسروال في الخلف ديالو بحال هكا، كتمشي هكا. دابا انا غادي نحل السروال، هانتوما غادي نحلو، شوفوا، وغادي نقطع هادشي اللي تراسيت من هنايا. شوفوا البنات، هاد 4 سنتيم ها هي غتمشي حتى للوسط، ها هي حتى للوسط، وكنمشي من ازيرو من زيرو هنايا، كنمشي كندخل ديك واحد سنتيم اللي تراسيتها هكا، وكندخل ديك جوج سنتيم اللي قلنا كنمشي بها حتى لاخر الرجل ديال السروال ديالي. ديما الامام كيكون ناقص ديال السروال. دابا كما كتشوفوا هذا هو السروال ديالنا. اول حاجه كتخيطي ان شاء الله غادي نتبعوا معاكم، هو السورجي كديري هنا والسورجي كديري هنا. الا درتي السورجي تما والسورجي هنايا، غادي نقلب انا السروال وغادي تشوفوه هانتوما. يعني كيتخيط من هنا وكيتخيط من الخلف، يعني هذا هو الخلف هذا هو الامام. دونك يكون عندي بحال هكا، وغنحط لكم الرجلين ديال السروال تشوفوهم. هما هادو. دابا كما شفتوا ان شاء الله غنمشيو للسوجي، غادي نمونطيو هذا وغنمونطي هذا السوجي، غيبقى لنا نزول البيكوز وان شاء الله غنشوفوه مجموعين. هانتوما البنات، دابا عندنا جوج طروفان ديال السروال، غادي ناخذ اللي غيحكم على الخياطه هو القعدات. ناخذ القعده ديال الخلف بحال هكا مع القعده ديال الخلف، هانتوما كتشوفوا فيها مقاده، وغادي نمونطوهم نمونطيها بالسورجي بحال هكا. البنات دابا غادي نشد الرجلين هانتوما من راس الرجل، وكنخدم وكنحاول نشد القعده. مني كنكون غادا خدامه كنحاول القعده تكون مع القعده.
البنات كما شفتوني من بعد ما سرجيت شمعتو بالسورجي كله، سرجيت الدورة ديال الحزام والدورات ديال الرجلين حتى هما، دابا غنعاودهم بالبيكوز. ما يمكنش السورجي حيت عندي غير 3 فيل، ما يمكنش ليا نعتمد عليها، ضروري نعاود بالبيكوز باش يكون الخدمه صحيحه وميمطوم تكون فينيه. دابا غادي نعاود، وكما شفتوا غادي نشارك معكم ان شاء الله تركه بلاستيك. لاستيك خديت الطول ديالو 60 سنتيم، لهذا القياس اللي درت اللي عطيتكم 60 سنتيم مزيانه. وفي حاله الا بغيتي انت تاكدي شحال القياس ديال لاستيك، شدي لاستيك ودوريه على الحزام ديالك وشوفي القياس كيفاش غادي يكون لك، يعني مرخي او مزير حسب الذوق ديالك انت كيفاش كتبغي لاستيك. عاد من بعد قطعي القياس اللي بغيتي وان شاء الله غتخدمي. شاركوا معايا دابا كيفاش غادي نفينيه وان شاء الله كيفاش غادي نركب لاستيك.
كما شفتوا البنات هذا هو السروال ديالنا، شفتوا معايا تركه بلاستيك دغلي ديال الاسفل كيفاش ندير ليه. كنتمنى هذا الدرس يعجبكم وتستفدوا منه، والى الدرس القادم ان شاء الله.